لحد آخر رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل ديل شد ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن يا إخوان التوحيد هو أعظم معروف يؤمر به الناس. ونخش في تعريف التوحيد. التوحيد يا إخوان هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من توحيد الربوبية واحد، وتوحيد الألوهية اثنين، وتوحيد الأسماء والصفات ثلاثة. قبل ما نخش في الأنواع الثلاثة دي نرد على شبهة بيجيبوها المتصوفة، يقول لك لماذا قسمتم التوحيد إلى ثلاث؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم التوحيد إلى ثلاث ولا الصحابة. إنت بتقسموا عليه كيفكم؟ طيب إنت تديه الأدلة طوالي من القرآن الكريم. أول شيء الدليل على توحيد الربوبية ربنا قال الحمد لله رب العالمين، وأما دليل توحيد الألوهية ربنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وأما دليل توحيد الأسماء والصفات ربنا قال الرحمن الرحيم. لو ما إنت جبت له الآيات دي في البداية قلت له، وده دليل برضو، إنت تقول له العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاث وهو ثابت باستقراء العلماء أي بتتبع العلماء. لو قلت لك كلام ده كده قبل ما تجيب لي الآيات بيقول لك يا زول إنتوا عندكم علماء ونحن برضو عندنا علماء. يقول لك يا زول نحن ما بنقبل علماء، كنت ديل وهابية ساكت نحن ما بنشلبون، نحن إنتوا عندكم علماء أي نحن برضو عندنا علماء. إنت طوالي قبل ما تفتح باب زي ده تقول لي الآيات دي طوالي. اثنين تجيب لي الدليل ده، لو رفض لك ديل تقول لي إنت تعال قال لك شروط الصلاة شروط الصلاة قال لك ثمانية منو؟ قال لك منو؟ يقول لك قال العلماء. العلماء ديل منو؟ العلماء مش قد دليلك على انه شروط الصلاة ثمانية؟ اي برضو هنا التوحيد ثابت باستقراء العلماء اي بتتبع العلماء. فهذه شبهة بجوال مصوف ما يقول لك قسمتم التوحيد على كيفكم كده، لا التقسيم ده قاعد بالقرآن ومن السنة. طيب اول نوع من انواع التوحيد هو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو ان يعتقد المرء المسلم بأن الله جل وعلا وحده هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لجميع ما في الكون. الكلام ده يا أخواننا بأدلة ما ساكت. الدليل على أن الله جل وعلا وحده هو الخالق ربنا قال في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأما الدليل على أن الله جل وعلا وحده هو الرازق ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأما الدليل على أن الله جل وعلا وحده هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام ربنا تبارك وتعالى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. التوحيد بتاع الربوبية ده أخوان أقر به المشركون الأوائل، ناس أبو جهل وأبو لهب وناس عقبة ابن أبي معيط وغير من المشركين. ربنا قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يا ناس اللي بيخلق منه يقول لك الله. الليلة في ناس هنا في البلد دي ديل ما أمريكان ولا أستراليين ولا غيرهم، ديل ناس سودانيين قاعدين معانا هنا بيعتقدوا إنه غير ربنا تبارك وتعالى بيخلق. واحد يجيبوا لك في إذاعة الكوثر الفضائية ولا إذاعة القمر الهاشمي ولا غيرهم، ولا يجيبوا لك في الإذاعة يقول لك كباشي. شوف يا أخواننا أهل البدع نشروا الباطل بتاعهم، وهم لا بخافوا من الله ولا بخافوا من الناس ولا بقولوا البلد دي فيها ناس بيسمعونا يقولوا كلامنا ده غلط. الناس ديل ما خافوا، إنت تبقى داعية للتوحيد ما تتكلم في الجماعة ديل، والله ما تتكلم ربنا تبارك وتعالى بعدين يسألك يوم القيامة.
تقول كلام وتقول الله قال والرسول قال. الزول ده قال كباش، كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباش. يقول لك من غير مس تفل كم أدى طفل كباش. هذا بيعتقد إنه الشيخ بيخلق مع الله بدي جنب. هذا لو أنت بقيت داعية إلى التوحيد، قلت أنا داعية إلى التوحيد وما تكلمت في التوحيد وما بينت للناس المواضيع دي، أنت تبقى داعية، لكن شنو؟ داعية فاشل. الله يا أخوان، أي زول ما بيتكلم في التوحيد زي دعاة الإخوان المسلمين وأنصار سنة الملكلكين دل، يا زول ما تتكلم في التوحيد طوال، شنو يعني؟ خايف يدعوك من المنبر يعني؟ ما تنجدع، اللي انجدع هم بسيطين، خليهم المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم طلعوه من بلده في شنو؟ طلعوه في التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع من مكة قال والله إنك من أحب البقاع إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. أطلعوا شنو؟ طلع النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ هو التوحيد. تتكلم في الشرك ده واضح، وتبقى زول دعوتك إلى الله جل واضحة، ما تضارى وما تقعد تدسدس وتجامل في الناس وكده. يا زول أدي الناس دي دينهم، ده دينهم كده، ده الدين كده. البياب الكلام في التوحيد قول لي ده دين الله كده، نحن نبدل لك يعني؟ هنجيب لك شنو يعني؟ نقعد نقول كلمك عن الصلاة وانت مشرك بجاي؟ ما بينفع. فيا اخواننا، توحيد الربوبية هو ان يعتقد المرء المسلم بان الله جل وعلا وحده هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لجميع ما في الكون. ده توحيد الربوبية. اما توحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والعبادة يا إخوان هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هي كل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأنواع العبادة يا إخوان التي أمر الله جل وعلا بها كثير، كالاستعانة فلا يستعان إلا بالله، وكالاستغاثة فلا يستغاث إلا بالله، وكالنذر فلا ينذر إلا لله جل وعلا، وكالذبح فلا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. وتوحيد الألوهية ده يا إخوان ده حق الله على الناس، ده حق الله عليك انت. المسلم لازم تعرف حق الله عليك شن عشان ما تظلم ربنا تبارك وتعالى. الشرك ده ربنا سماه ظلم. إذا أنت ما أديت الله حقه ده بعدين يوم القيامة بدخلك النار. الدليل على أنه توحيد الألوهية ده حق الله شنو؟ ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ بن جبل، قال لي تعرف حق الله على الناس شنو وعارف حق الناس على الله شنو؟ معاذ بن جبل قال فقلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق الله. تنادي الله براو وما تنادي الشيوخ من دون الله تبارك وتعالى، ده حق الله على الناس كده. تنادي ربنا تبارك وتعالى، ده حق الله على الناس. طيب حق الناس على الله شنو يا اخواننا؟ في زول عنده حق على ربنا؟ ما في. ربنا تبارك وتعالى قال ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامه فرد. لكن يا اخواننا التوحيد، الزول الموحد البنادي الله تبارك وتعالى براو، ده ربنا خدت له حق هنا في الدنيا وخدت لك حق بعدين يوم القيامة. هنا ده في الدنيا ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا في الدنيا دي تلقى نعمة الأمن والاستقرار والسلامة، تكون زول موحد بعدين تنجو من نار الله تبارك وتعالى. ده باختصار يا أخواننا توحيد الألوهية. والدليل على توحيد الألوهية يا أخواننا ربنا تبارك وتعالى قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أخواننا القرآن ده ما واضح. تاني الناس بتلف الدور ليه؟ الصوفية دل
القرآن ده كان ما عجب، يقول القرآن ده نحن ما عجبنا، ويبقوا كفار عادين يطلعوا برا الإسلام. قلت بيعجبنا القرآن، نقول لك نادي الله وما تنادي الشيخ، ما واضح. الله يقول لك نادينا الشيخ يسمي عليك هنا في الصلاة دي، تسمع ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إنت تخلى الله تمشي تنادي الشيخ؟ فده توحيد الألوهية. طيب يا أخواننا، توحيد الأسماء والصفات، ربنا تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا أخي يا أخواننا، ربنا في الآدي أخبر بأن له أسماء، وقال الأسماء دي سمح حسنى، وقال لك ناديني بها. أهتان يا أخواننا، فيش القرآن ده ما واضح. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إلى نهاية الأسماء 99 اسم تنادي بها ربنا تبارك وتعالى. الليلة هنا ده في ناس في البلد دي 99 اسم ديل ما عجباتنه، ينادي لزول زيه، زول بياكل بياكل وانت بتاكل، وهو بيشرب انت بتشرب، وهو بيمشي الحمام انت بتمشي الحمام، كيف تنادوه من دون الله تبارك وتعالى؟ اي زول الا من رحم الله، اي زول بينادي الاله بتاعه عديل تلقاه مكتوبة في الروزة ورا يا المكاشف، وده كاتب يا ابو عمر، وده كاتب يا البراي لبن. البراي ده كان في 2005 خاتن غوز زمان، تلقاه مكتوبة ورا في الروزة كده غوز زمان. ها غوز زمان دي معناته ده يعني بينجد عديل في السنة دي. هل شيوخ ديل شغالين بالسنة ولا كيف؟ يا أخي الصوفيه الناس ناس منحرفين وناس ضالين عن صراط الله المستقيم. من الناس الضالين ديل البراي، صايم ديمة، المكاشف، الركين، أب شملة، الصايم ديمة، غيرهم ديل ناس ضالين. ليه يا أخوانا؟ والله يا أخوانا الكلام ده كان ما دين، الكلام في أهل البدع كان ما دين، والله الزول بيقول بيجي بيتكلم في الناس ديل ما في. لكن يا أخواننا عندنا دين، الكلام في أهل البدع عندنا دين نتقرب به إلى رب العالمين. والله زي الصلاة والزكاة والحج، والناس ديل يا أخواننا ما بجوز التعامل معهم. الصوفية ديل حرام تتعامل معهم حتى ولو في الدين، ما بجوز لك تتعامل معهم. الدليل شنو؟ ربنا تبارك وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزه بها. الصوفي عندهم الكلام ده، عندهم الكفر والاستهزاء بآيات الله جل وعلا. تقول لي يا زول انت ما تنادي الله، خلي الشيخ يقول لك يا اخي نحن ناس وسخانين والناس زي النظيفين، عشان كده يا اخي نحن بالناديم. طيب انت وسخان ليه؟ انت ما تبقى زول نظيف. شوف الصوفي ده بيرضى الذله والمهانه لنفسه، تلقاه يجيب الابريق ويجيب الملاح ويجيب الكسرة ويوكل الشيخ ويوضي الشيخ ويجيب له نعلاته، بذل نفسه براو. الزول الما بيرضى التوحيد ده بيكون ذليل في المحلات دي. والله يا أخوان الصوفية دي ما بجوز التعامل معهم بنص هذه الآية. في أخواننا دكاترة في البلد دي هنا، ونحن أخواننا والله الحمد لله رب العالمين. الزول لما نجي يتكلم نحن بناخذ راحتنا في الكلام، أي زول بخالف الكتاب والسنة بنجيبه لك باسمه. كان داير تشيل الكلام شيله، كان ما داير تشيله عارف خطه في راسك إنه الزول ده زول ضار. في دكاترة في البلد دي هنا ده جابوا لهم دكتورة والله يتخرجوا من جامعات، والله كنا الواحد يمشي يقرأ هناك لكن ربنا بس ما الحمد لله رب العالمين. ناس جابوا لهم دكاترة من الجامعة الإسلامية هناك، دكتورة جا قاعد هنا في البلد دي، جا بيجي يجوز التعامل مع أهل البدع، وده اسمه دكتور حسن أحمد الهوالي. والله يا أخوان للأسف الشديد الزول ده جوز التعامل مع أهل البدع، وده حرام في الدين ما بجوز. الدليل بتاع الزول ده شنو؟ الدليل بتاعه شنو؟ قال ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى. طيب الآية دي الفسر لك منو؟ الآية دي ولا أنت بتفسر القرآن الكريم على هواك؟ ابن جرير الطبري قال هل بجوز التعامل مع أهل البدع في الآية دي؟ ابن كثير البغوي السعدي وغيرهم من المفسرين الموثوق بهم هل قالوا بمثل ما قلت؟
يا حسن أحمد الهوال، هل قالوا بجوز نتعامل مع أهل البدع؟ يا أخي أهل البدع ديل يعاملوا كما عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسر. الله غير كده نحن ما بنعرف له مية. زول بيقول لك الشيخ بيخلق مع الله، انت تاني داير معه شنو ده؟ ده بعد ما تنصح يقول لك لا، ده تاني ما داير الباسطونه؟ والله داير الباسطونه. حسن احمد الهواري ده والله صحي، الزول ده بيفسر القران الكريم على هواه. ده لو في طريقه، لو ربنا مكن للسلفين في البلد دي يقول له يا زول توب وارجع عن كلامك ده، الله قال والرسول قال، يجيبوا لك فتوى للعثيمين وابن باس انه ما بجوز. لو قال لا والله يجلد كما جلد صبيغ ابن عسر، كما جلد صبيغ ابن عسر. صبيغ ابن عسر ده جلدوه في شنو؟ لانه يا اخواننا بس بيفسر القران الكريم على هواه، بس بصراحه صبيغ ابن عسر ده كان بيفسر القران الكريم على هواه. فسمع به امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر ابن الخطاب قال اللهم اجمعني به، قال يا ربنا تلمني في الزول ده. ربنا تبارك وتعالى استجاب لدعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فصبيغ ابن عسل ده جاء داخل، شوف اهل البدعه دي مهما ينتشروا عندهم يوم بيتنجموا فيهم. جاء داخل المدينه، فالراوي قال لما صبيغ ابن عسل ده جاء داخل المدينه قال، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال جيبوا لي. الراوي قال وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اعد له عراجين النخل، جهز له ختاي لي. لما جاء داخل قال لمن انت؟ انت منوع عشان تفسر القران الكريم على هواك ساك. فقال انا عبد الله صبيغ، عامل فاهم متواضع وزول كده وزول وقور وكده. عمر بن الخطاب قال لي وانا عبد الله وانا عبد الله عمر. الراوي قال فلجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في راسه حتى صار راسه كالدبر، لحد ما بقى زي الدبرة بتاعت الحمار. فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد الذي في رأسي فقد ذهب. قال لي والله الكلام الجبل ده كله طار. قال لي بعد ده وإن كنت تريد قتلي، قال لي فأحسن القتل. ده الكلام النجيط الدائر إنه نحن هنا، نحن في البلد دي ما بنقدر نضرب لنا زول بيده، ما بنقدر نضرب لنا زول باليد. ليه يا أخوان؟ لأنه التغيير بتاع اليد حق الحاكم، لكن أنت تجد بلسانك الداعية إلى الله جل وعلا. وأنا بقول لأخواننا الطلبة هنا تطرق لسانك ده تمام، واللسان ده بيتطرق في الكلام في الصوفية. كان دير تطرق لسانك ده تمام وتتكلم كويس، والله يبدأ طوالي أبدو لكم حلقة برا الجامعة ده هنا يوم الخميس يوم الجمعة بعد ما تنتهوا، طوالي جيب الكتاب بتاع الصوفية واكشف طوالي، وإنت الحمد لله الآيات معك، تقرأ الآيات وتجيب كلام البراعي طوالي، تقرأ الآيات وتجيب كلام المكاشف طوالي، تقرأ الآيات وتجيب كلام الركيني. اللي بيقول ان الركين بتاع الكلاكل ده قال هنا ساكن في سوق اللفه القدام ده، الركين ده قال نادي اهمنو الله، لا لا قال نادي ركينك كالبرقي رمش يلف الغرقان سوال وينش. انت جيب كلام الزول ده وترد عليه طوالي، كم ما رديت عليه انت اللي بيرد عليه منو؟ الصارصون ده قتلوا حيلهم في البلد دي عديل، اكلمك النصيحه والله كان ما عارفه اعرف، قتلوا حيلهم تب مره واحده، بيقوا ناس عديل، بيقول القروجي اخواننا الداعيه الى الله جل وعلا، مما تدخل جيبك ده قروش ثاني خلاص كسروا عينك، والله يا صحيح شفت الناس اللي كسروا عينه، انت لما ندوك قرش قول لا زول انا بشيل ده في الدين جايز، لكن شوف قول لا تخليني اقول الكلام اللي انا دايره. المنبر ده طلعت فوق هاي اقول الكلام اللي انا داير، لو كلامي ده غلط تعال قول لي يا زول كلامك ده غلط، لو كلامي ده صح قول لي يا زول صح. لكن اكثر الناس يا اخوانا لما دخلت فوم القروش لما دخلت القروش في الجيب كسرت العين، وانت والله مجرد ما يكسروا عينك ثاني ما عندك كلمه يا اخوان. هسه اخوانا الرجل لما يكسروا عينه ثاني بيقدر يقول كلمه؟ ثاني ما بيقدر يقول كلمه. فهذا النازل يا اخوانا بقت دعوتهم دعوه مايله ساكت ما فيها جديه عديل، وده الكلام اللي حاصل في البلد دي. الدليل على انه الكلام ده الحاصل في البلد دي اسماعيل عثمان بتاع المركز العام ده، مش كرم المرشد ده على طريق السمانيه؟ كرم ولا ما كرم؟ كرمه في المركز العام. الكلام ده ما بجوز، انت تكرم اهل البدع تجيبه في المسجد بتاعك وتوقره والشيخ الفلاني وين وين بتاع السمانيه ده، لما كرموه والله فرح فرح عجيب خلاص، قال دي اللحظه اللي انا متمنيها ذات. هشوف اذا انت ما زليته وما قهرته ده بيطلع له بتقوم له قائم،
سول بيقول لك من أكل طعامنا دخل الجنة، تاني فيش بس تضرب المهيوف تخش الجنة ولا كيف يا طعام؟ فالصوفية دي يا إخوان دارين دارين جدية، تكون زول جادي معهم، تكون جادي معهم كيف؟ بالرجالة بالإدلالة بالقرآن والسنة، بس تضربهم في أي محل. تكون إنت الداعية إلى التوحيد ده، تكون زي المطر ده أينما نزل نفع. خشيت الجامعة تتكلم في التوحيد، خشيت الجامعة داك تدخل في الموضوع تتكلم في التوحيد، وما يقولوا لك الناس في الكوليك شوف هيقول لك موضوعك واحد، قول لا موضوعي ده واحد، لكن موضوعي الواحد ده بيدخلك الجنة. أنا ما أعرف أخش أنا ولا، لكن إنت ده لو عملت بالكلام بتاع ده بتخش الجنة، وإنت غير الجنة تاني دار شنو؟ لو صليت وزكيت وحجيت وعملت الأعمال الصالحة دي تشت، لكن مشرك والله ما بتخش الجنة. الدليل شنو؟ ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا يا إخوان ما يتعلق بالتوحيد بأنواعه الثلاث. طيب يا إخوان أنا أقدم شيخ شهاب في كلمة بسيطة كده يختم لنا المحاضرة دي إن شاء الله جل وعلا. شيخ